وسهلا فيكم في آخر محاضرة من محاضرة الوحدة الثانية اللي هي وحدة البوابات المنطقية والدوائر. إن شاء الله في المحاضرة هذه رح ناخد كيف أصمم دائرة لو كان معطيني جدول صواب أو جدول الصدق أو جدول الحقائق. كيف بدي أصمم أنا دائرة لإلها؟ أول حاجة هي عندي السؤال أوجد الخرج من الجدول الصدق، يعني أول حاجة بدي أطلع المخرج اللي هي زد، هي عبارة عن إيش العبارة؟ بعدك في أبسط صورة يعني اختصرها، بعد ما اختصرها بدي أصمم دائرة. أول حاجة بدي أطلع على الجدول على الخانة اللي فيها زد اللي هي الناتج. كل بطلع على الخانة هذه هيك اللي فيها الناتج، كل قيمة واحد بدي أعلم عليها، كل ناتج زد فيه واحد بدي أعلم عليه. بعد هيك هيني بدي أكتب الزد. طبعا انا الزد هي عباره حتكون بدلاله الاي والبي، طبعا الجدول بيكون جاهز هيك معطيني اياه في السؤال كامل. كل وحده كان الناتج فيها واحد بدي اطلع على الصف اللي هي فيه، يعني هنا الزد واحد جاي من اي وبي. شو يعني الاي صفر؟ اخذنا انه الفولس او الخطا يقابلها صفر لما بدي استخدم البوابات المنطقيه، يعني لو حكالي الـ A بتساوي صفر كده، هذا يعني انه الـ A هي عبارة عن A منفية، مش الـ A منفية هي تكافئ الصفر، واخدنا الـ A تكافئ لو كانت واحد هي تكافئ مين؟ الترو، ولو كانت صفر هي تكافئ مين؟ الخطأ. فهنا في الجدول كل صفر يكافئ نفي العبارة اللي له، يعني هذا الصفر هي عبارة عن B منفية، الواحد هي عبارة عن البي، الصفر بي منفية، الواحد بي، هاني الواحد هو عبارة عن الاي، الواحد اي، الصفر اي منفية. حأروح أشوف هنا، نمسح اللي هنا كتبناه. عندي هنا بطلع حكيت على السطر، كل ناتج فيه واحد بدي أروح أشوف المدخلات اللي بتاعته. الـ A هي عبارة عندها صفر، يعني A منفية مضروبة بينهم ضرب في الـ B منفية لأنه الـ B صفر كده بالشكل هذا. هي خلصت أول احتمال. بين كل حالة والتانية هي عندي أنا ثلاث حالات للزد، بين كل حالة والتانية بدي أكتب OR بالشكل هذا. نيجي للحالة التانية، هي السطر بتاعها الواحد هذا جاي من مين؟ جاي من صفر وواحد، جاي من A منفية هيها كده، والواحد يعني بي. هاي الحالة الثانية. في عندي حالة ثالثة، إذا بدي أحط أور، حكينا بين كل حالة والتانية بدي أحط أور. الواحد هذا جاي من مين؟ جاي من واحد وواحد، حكينا الواحد يعني إيه؟ هاي إيه؟ ضرب مين؟ البي اللي عندي هنا. هاي هيك أول خطوة إن أنا أوجدت المخرج. هاي الأولى، الواحد الأولى جاية من هنا، والواحد الثاني جاية من هنا، والثالثة جاية من هنا، وبين كل مدخل والتاني بالكل بين كل ناتج والتاني بدي أحط الأور. بعد كده الأور هي عبارة عن مين؟ عن جمع، يعني هذه A منفية B منفية زائد A منفية B زائد AB، هذا هي الزد. هاي أنا أوجدت المخرج. بعد هيك بدي أوجد مين؟ أوجدها في أبسط صورة. معنى اني اوجدها في ابسط صورة هذا يعني اني اختصر. طيب بطلع هنا على السؤال هذا على الناتج اللي صار عندي، واضح انه A منفية موجودة هان وهان، يعني بامكاني اخدها عامل مشترك، حيضل B منفية زائد ال B زائد AB بتنزل زي ما هي، هاي الزد. طيب B منفية or ال B اخدنا العبارة او نفيها حيعطيني ترو اللي هي واحد، يعني هذه A منفية مضروبة في الواحد زائد AB ويساوي Z. أي عبارة مضروبة في الواحد هي اللي هي مضروبة في الترو حيعطيني نفسها، يعني A منفية زائد AB هذه هي Z. هيك أنا أوجدت الناتج في أبسط صورة. بعد هيك الناتج اللي طلع معايا هنا هو اللي بدي أروح أصممه، يعني هذه هي اللي أنا بدي أصممها، صح؟ كيف بدي أصممها؟ عندي A و B اللي هم أصلا مدخلين، بعمل هاي كده A وهاي ال B وهاي ال A هنا، أمسح هذه كده بس شوية، أعمل خط فاصل كده،
بدي امثل الدائره هذه عندي. هو هنا ما حدد ليش امثلها باستخدام الناند او اي بوابه، ترك لي المجال انا اختار الدائره المناسبه. ممكن استخدمها باستخدام الناند، يعني اعمل ناند هنا وناند هنا وناند للجميع، او باستخدام البوابات العاديه. عندي ايه منفيه، هيها ايه منفيه بالشكل هذا، عندي اي بي يعني هيا كده الاي والبي حاصل ضرب بينهم هيها. بعد هيك بدي اعمل جمع للاي منفيه زائد مين اي بي، اعمل كده جمع للتنتين. هيك بكون صممت انا الدائره هذه هيها، اي منفيه عندي اي بي، بعد هيك بدي اضربهم مع بعض، اضربهم بعد ما اضربهم اجمعهم. اذا هي الدائره هذه الجدول، هيني حولته من جدول صممته بدائره مناسبه صغيره. نحن ناخذ كمان سؤال عليه. عندي هنا كمان سؤال نفس الفكرة السابقة، عندي جدول طالب مني أوجد المخرج وأبسطه بعد هيك أصمم له دائرة. هنا في تصميم الدائرة أنا مخير، مش ضروري باستخدام الناند، لكن لو طلب باستخدام الناند لازم أستخدم الناند. هنا حكينا بأطلع على مين؟ على الخانة اللي فيها الناتج اللي هي زد، كل واحدة فيها واحد بدي أعلم عليها كده. إذا عندي كم حالة؟ حالتين. إذا حكتب أور مرة واحدة. حكينا بدي اطلع على كل حالة نتج منها الناتج واحد واكتب الاحتمالات بتاعتها. هنا الزد بدها تساوي، هي الواحد جاي من صفر يعني ايه منفية، طبعا بين في الحالة الاولى بين كل مدخل والتاني ضرب، ضرب مين؟ البي، بما انها صفر يعني بي منفية. بعد خلصت الحالة الاولى بدي اعمل الحالة التانية، بحط اور على طول. الحالة الثانية عفوا مش من هنا، هي الحالة الثانية هنا. الحالة الثانية كانت عندي A بما انها واحد فهكتبها A ضرب الصفر يعني B منفية. نعيد تاني هنا في الجدول، لو كان عندي واحد بكتب B، لو كان صفر هي B منفية. صفر عندي الـ A A منفية، صفر A منفية، واحد A. هيك بنكون خلصت الحالات اللي عندي. بعد كده حكينا هذه الأور هي عبارة عن جمع، يعني A منفية B منفية زائد A B منفية. طيب بدي أبسطها، واضح إنه في عندي B منفية موجودة بالطرفين، بإمكاني أخذها عامل مشترك. يعني كالتالي هيصير عندي B منفية، أفتح أقواس هيضل عندي هنا A زائد هنا عفوا A منفية زائد الـ A ويساوي ب منفية مضروبة في مين؟ A منفية زائد الـ A، يعني الـ A منفية أو الـ A يعني العبارة أو نفيها، هذا حيعطيني لا السؤال صحيح. A منفية أور الـ A، أخذنا العبارة أو نفيها راح يعطيني اللي هي واحد، اللي هي أول كانت في القوانين، اللي هي في قوانين جابر بول اللي هي في المحاضرة تقريبا كانت رقم 14. محاضرة رقم 14 كانت هي قوانين جابر بول، فارجعوا تاني للمحاضرة. A منفية زائد الـ A يعني العبارة أو نفيها هيعطيني الترو، اللي هي الترو هي الواحد، يعني هذا هيعطيني واحد. B منفية في واحد اللي هي B منفية، إذا صارت الزد عندي هي B منفية. كيف بدي أصمم دائرة إلها؟ هيها هي الـ B، إما باستخدام هذا الشكل اللي بيعطيني B منفية، او لو بدي استخدم باستخدام الناند هاي البي هتعدي على الناند كده هيعطيني بي منفية. على الجهتين بكون انا صممت مين؟ نفي البي. ناخد اخر سؤال اللي هو مهم جدا جدا، السؤال الثالث. عنا هنا بالسؤال الاخير طالب مني اوجد المخرج لجدول الصدق اللي عندي او جدول الصواب واصمم دائرة مناسبة. الدائرة المناسبة بحط لها بوابات من اختياري عادي، استخدم بوابة الاند الاور الاكس اور الناند، شو ما يكون عندي راح استخدم لهم. طيب حكينا لما يعطيني جدول الصواب، وهذا السؤال مهم جدا جدا، هذا السؤال مهم، بتطلع على الزد اللي هي الناتج، لانه انا بدي اكتب زد بدها تساوي الزد، الخانة اللي فيها الناتج واحد بدي اعلم عليها. طيب
ثلاث حالات، يعني مرتين هكتب اور. كل حالة بدي أعلم على الصف اللي هي فيه كده، عشان أنا بدي أكتب معطيات الصف. فبتصير عندي الزد هي عبارة عن مين؟ الحالة الأولى A، بما إنها الـ A صفر يعني A منفية، هي B صفر يعني B منفية، السي واحد يعني سي زي ما هي. بين الحالة الأولى والتانية بدي أحط أور. الحالة التانية عندي الـ A صفر يعني A منفية، البي واحد يعني بي، السي هيها واحد يعني سي، اور اللي هي لانه في عندي حاله تانيه، هي الحاله الاولى خلصتها كتبت اور، الحاله التانيه خلصتها كتبت اور. حكينا بين كل حاله والتانيه بكتب اور، وفي الحاله نفسها في الصف نفسه بين كل مدخل والتاني بعمل ضرب كده، لان هدول مضروبين مع بعض. الحاله الثالثه عندي واحد وواحد وواحد يعني اي بي سي، فيش نفي، A B C. طيب هيها A منفية B منفية C، حكينا الأور يعني زائد A منفية B C زائد A B C. طيب واضح إنه أنا عندي هنا بإمكاني آخذ هاي، هيك أنا كتبت الزد. بعد هيك بدي أختصر يعني أبسط، وبعد هيك أصمم دائرة. واضح هنا بإمكاني آخذ البي سي عامل مشترك، صح؟ هيصير عندي كالتالي الجواب. هي هنا بدي اخد هذه، هتنزل زي ما هي، زائد بي سي عامل مشترك هيضل A منفية زائد ال A ويساوي الزد. العبارة او نفيها هيعطيني واحد، يعني هذه بي سي في الواحد كده، زائد A منفية B منفية C ويساوي زد. بي سي هتضلها زي ما هي هنا، اذا هتصير الزد عندي A منفية B منفية C زائد B في C. ممكن نشوف لو أخذت أنا C عامل مشترك هنا إيش هيضل معايا؟ هيضل معايا A منفية B منفية، أو خليني أعملها كده أفضل، كده بإمكاني برضو أصممهم. كيف بدي أصمم هذه؟ في عندي هنا ضرب وفي عندي هنا ضرب، لكن A منفية B منفية. عندي هنا لو انا طلبت اصممها باستخدام النان بأصممها، لو طلبت اصممها باستخدام بوابات، البوابات العادية او البوابات الاساسية بأصممها. اول اشي بدي احط الـ A والـ B والـ C. عندي A منفية بعملها بالشكل هذا، هيها، وعندي B منفية وعندي C، هدول مع بعض في بينهم مين؟ ضرب، اللي هي كده. في عندي بي، يعني بدي انزل من البي كده قبل ما انفيها، وانزل من السي كمان. هذا ايش بدي اعمل لهم؟ ضرب. هاي هنا حيعطيني هاي، هذه A منفية B منفية، ومن هنا سي، حيعطيني A منفية B منفية سي، صح؟ هنا حيعطيني سي، هيها C وبي، B وC. بعد ما أعمل لهم ضرب لكل واحدة أعمل جمع، طبعا هذا باستخدام البوابات العادية بدون استخدام النان. هاي واحدة وهي التانية، أعمل لهم OR بالشكل هذا، بالشكل هذا. الOR حيعطيني أجمع هذه وهذه، حيعطيني مين؟ الناتج اللي أنا طلبه، اللي حتصير زد عندي بتساوي بالشكل هذا A منفية B منفية C زائد B C. هيك بكون أنا أوجدت الدائرة المنطقية لجدول الصواب اللي عندي. أول إشي طلعت المخرج، الناتج اللي عندي لو كان الخانة اللي فيها واحد بطلعها، بين كل حالة والتانية حكيت بأحط الأور، بعدك بعوض عن الأور هي جمع، آخر إشي بأبسط وبأصمم الدائرة اللي عندي. هيك بنكون خلصنا البوابات المنطقية ووحدة البوابات المنطقية كامل. إن شاء الله أشوفكم المساء في باقي المحاضرات أو الوحدة الثالثة، الوحدة الأخيرة في كورس رياضيات الحاسب، اللي هي وحدة الخوارزميات والدوال والمجموعات اللي هي تقاطع الاتحاد والشغلات الثانية.